السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بحضراتكم في قناة الدكتور أحمد خليل على موقع اليوتيوب. أتمنى لكم دائما مشاهدة مثمرة، مفيدة، نافعة، هادفة طوال الوقت، دائما ومعا إن شاء الله. هذا الفيديو هو الفيديو الإخباري الأول في البرنامج الرمضاني للقناة ذو الشقين اللغوي والإخباري. اشتغلنا في الثلاثة أيام الماضية في القسم اللغوي للقناة، وفيما يتعلق بالمحادثات اليومية والمواقف اليومية المتعلقة في المعايشات في اللغة الإنجليزية. وكان آخر فيديو إخباري ظهرنا فيه قبل شهر رمضان المبارك كان بخصوص عرض تقديمي لآخر قرارات المجلس الأعلى للجامعات المتعلقة بإلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية لفرق النقل، وتأجيل اختبارات الفرق النهائية إلى حين انتهاء فترة تعليق الدراسة. فهذا هو الفيديو الإخباري الأول في شهر رمضان المتعلق بأخبار التعليم داخل مصر. فإحنا النهاردة انتقينا أخبار متعلقة بالتعليم قبل الجامعي وأخبار متعلقة بالتعليم الجامعي حدثت خلال الأيام القليلة الماضية، وأخبار متعلقة بالبحث العلمي. فنبدأ فورا. كل عام وحضراتكم بخير ورمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله يعود المسلمون إلى المساجد قريبا إن شاء الله، وتزول هذه الغمة وهذا الوباء قريبا جدا بإذن الله تعالى. الخبر الأول معانا النهاردة متعلق بالتعليم قبل الجامعي. تسليم المشروعات البحثية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الإعدادي. التسليم هيبدأ من 1/5 القادم، 1 مايو، وهينتهي في 15/5. إذن تسليم الأبحاث هيبدأ من 1/5 ويستمر حتى 15/5 عن طريق طبعا منصة إدمودو، منصة الإلكترونية الشهيرة، أو ممكن الطالب زي ما أوضحنا قبل ذلك في فيديوهات إخبارية سابقة في هنا في القناة، أو ممكن الطالب ينقله على فلاشة أو سي دي ويروح المدرسة بتاعته ويسلمها للأخصائي التكنولوجي، وهو بدوره هيتفضل برفع أو نشر هذا البحث أو هذا المشروع البحثي على المنصة. وممكن الطالب برضو يكتب البحث بخط إيده، وبرضو نفس الطريقة يتم تسليمه للمدرسة ويقوم الأخصائي التكنولوجي بعملية نشر المشروع البحثي على المنصة الإلكترونية. الخبر التالي، وده منذ يعني ساعات قليلة آخر قرارات أستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. طبعا اختبارات الثانوية العامة في موعدها، واتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية والاستباقية مثل قياس الحرارة للطلاب كل يوم. كل طالب قبل ما يدخل اللجنة بتاعته يتم قياس درجة الحرارة، وإلزام السادة الملاحظين والمراقبين بلبس الكمامات والقفازات اللي هي الجوانتي يعني، تمام.
بطريقة إلزامية وبطريقة ضرورية قياس الحرارة للطلاب كل يوم، وإلزام الملاحظين بلبس الكمامات والقفازات أثناء أداء عملهم داخل اللجان. الخبر التالي، هناك دعوات خرجت من جهات غير معلومة تطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة واستبدالها بامتحان قدرات. أكيد سمعنا كلنا الكلام ده في الأيام القليلة الماضية، إنه هيتم استبدال امتحانات الثانوية العامة باختبارات قدرات، طبعا داخل الكليات. وكمان اللي خلى الأشعة دي انتشرت إن في داعمين لهذه الفكرة بكثرة. هنا صرح الدكتور طارق شوقي وأكد إن اختبارات القدرات تحتاج إلى أكثر من عام، يعني حتى لو اتخذ قرار بذلك استبدال اختبارات الثانوية العامة باختبارات قدرات، فده معناه إعداد هذه الاختبارات محتاج أكثر من عام، مش ممكن يتم إعداده في أسبوع أو أسبوعين أو شهر. وهذا طبعا من اختصاصات وزارة التعليم العالي. إذن اختبارات الثانوية العامة زي ما الدولة تؤكد دائما في موعدها مع اتخاذ الإجراءات الاستباقية والإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب وحماية كل مسؤولي العملية التعليمية أثناء إجراء الاختبارات. الخبر التالي هو متعلق بالتعليم الفني وامتحانات الدبلومات الفنية العملية. الاختبارات العملية هتبدأ يوم 13/6 وتنتهي 4/7. تبدأ 13/6 الاختبارات العملية، تبدأ 13/6 وتنتهي 4/7، ثم يعقبها بعد ما تنتهي الاختبارات العملية تبدأ الاختبارات التحريرية الكتابية، وده هيكون بالتوازي مع انتهاء اختبارات الثانوية العامة. ننتقل إلى الخبر التالي متعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، أو زي ما أنا أحب دايما أطلق عليهم ذوي القدرات الخاصة. الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الوزارة نزلت على الإنترنت بيان بأسماء مديري التربية الخاصة، مديري إدارات التربية الخاصة على مستوى الجمهورية في 27 محافظة، تمام، بحيث لو في أي استفسار لدى أي طالب من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يقدر يتواصل فورا مع بشكل مباشر مع مدير إدارة التربية الخاصة في محافظته. كل شخص مسؤول منهم اسمه والموبايل بتاعه اللي هو متخصص في الرد على استفسارات طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. ده طبعا شيء نقدره وبيدل على الاهتمام بتلبية والاستجابة لجميع رغبات ومطالب الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم. الخبر التالي هو استبعاد مدير مدرسة ابتدائية ومعلم بإدارة شبرا الخيمة بعد بيعهما أبحاثا للطلاب. البحث يباع ب 45 جنيه، وتم فتح تحقيق في الواقعة بعد بلاغ كثير من أولياء الأمور، وتم إثبات الواقعة بالفعل. التحقيقات انتهت وتم إثبات الواقعة بالفعل، و يا إما هينقل المسؤولين إلى سواء مدير المدرسة أو المعلم إلى محافظة نائية، أو هتبقى في عقوبات وغرامات مادية. طبعا مثل هذه الأخبار أنا لا أتناولها في قناتي أو لا أتناولها في مقالاتي إلا لما يكون فعلا انتهى التحقيق. فهنا في هذه الواقعة المؤسفة انتهى فعلا التحقيق وتم إثبات الواقعة بالفعل. تم إثبات الواقعة بالفعل.
ودي طبعا رسالة لكل النفوس الضعيفة. في ننتقل إلى خبر عام يشمل عدد من موظفي ومسؤولي وزارة التربية والتعليم وموظفي الدولة بشكل عام، اللي هم أصحاب المعاشات، وافق البرلمان الأسبوع الماضي على مشروع قانون زيادة المعاشات بعد تأخر صرف العلاوات الخمس، ليكون الصرف من عام 2006 إلى عام 2015. طبعا وبكده يتساوى أصحاب المعاشات قبل 1/7/2006 بعد 1/7/2006، يتساوى أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد هذا التاريخ. والفائدة الثانية أنه سيتم بتحريك موعد تحديد معدل التضخم من 1/7 إلى 1/4، بدل ما كان الدولة أو الحكومة أو المجموعة الاقتصادية في الحكومة بتحدد معدل التضخم كل سنة في يوليو، لا ده كده معدل التضخم هيتم بتحديده في أبريل لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في 1/7 من كل عام. تمام، سريعا يعني بالنسبة للآلية، الآلية طبعا مقسمة من 2006 لحد 2015. يعني على سبيل المثال، من خرج على المعاش 2006 في علاوة واحدة فقط، يستحق علاوة واحدة فقط. 2007 علاوتين بزيادة 50 جنيه، 2008 ثلاث علاوات قيمتها 110 جنيه، 2009 أربع علاوات قيمتها 130 جنيها، 2010 خمس علاوات قيمتها 150 جنيها، 2011 زيادة قدرها 160 جنيها، 2012 نفس الزيادة، 2013 زيادة قدرها 120 جنيها، و2014 نفس الزيادة، و2015 نفس الزيادة. طبعا هذا وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا. ده كان الخبر المتعلق بأصحاب المعاشات في الحكومة، من موظفي ومسؤولي الحكومة. ننتقل فورا إلى التعليم الجامعي أو التعليم العالي. مشروعات التخرج في الكليات العملية، طبعا احنا خلاص كده قلنا في زي ما أنا وضحت في العرض التقديمي لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في آخر فيديو إخباري، إن في فرق النقل في بديلين، يا إما أبحاث بأنواعها يا إما اختبارات إلكترونية. طيب، طلاب السنة النهائية تم تأجيل الاختبارات إلى أن تعلن الدولة انتهاء فترة تعليق الدراسة. طيب، بالنسبة للطلاب الفرق النهائية، في حاجة اسمها مشروعات تخرج. يعني في كليات، بعض الكليات العملية اللي ما يكون جامعاها، في لازم ضرورة مشروع إعداد مشروع تخرج. فمشروعات التخرج في الكليات العملية سيتم إعدادها في صورة مشروعات بحثية، مشروعات التخرج وليس الاختبارات التحريرية. مشروعات التخرج في الكليات العملية سيتم إعدادها في صورة مشروعات بحثية مثل طلاب الإيه؟ مثل طلاب فرق النقل. طبعا هذا وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. وأيضا توجد بعض الكليات النظرية اللي فيها الفرقة النهائية بيبقى ضرورة برضو تقديم مشروع تخرج. برضو هنا مشروع التخرج بيتم استبداله بمشروع بحثي مثل طلاب النقل. لكن على أي حال، المشاريع البحثية اللي هيقدمها طلاب الفرق النهائية في الكليات العملية والنظرية كبديل لمشروعات التخرج، أكيد طبعا هتكون أكثر احترافية من طلاب فرق النقل، من حيث العناصر والتجهيز والبيانات إلى آخره. تمام، الخبر التالي هو قد أحال دكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة، بغض النظر عن اسمها، يعني
رغم ان اسمها اصبح دلوقتي معروف يعني في الاخبار وفي منصات التواصل الاجتماعي، لكن يعني انا مش حابب اذكر الاسم. يعني رئيس حالة الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة إلى التحقيقات لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية. نذهب إلى البحث العلمي والجامعات. أعلن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن إدراج 23 جامعة مصرية ضمن 767 جامعة عالمية في تصنيف التايمز الشهير، تصنيف التايمز البريطاني اللي هو خاص بمعامل تأثير الجامعات أو تأثير الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2020، والتي بلغت 17 هدف، وتم الاختيار بين 85 دولة، وهذا طبعا يعتبر إنجاز هائل للجامعات المصرية ودايما في تقدم. الخبر الأخير معانا النهاردة متعلق أيضا بالبحث العلمي، حيث نجح فريق من الدراسات العليا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ببرنامج تكنولوجيا النانو بالجامعة بإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون اللي هي بطاريات الموبايل، وتصميم جهاز فعال لتخزين الطاقة من خلال استخدام مكونات تلك البطاريات، وخاصة ان البطاريات ديت لما بتنتهي او بنستغنى عنها لها اثار بيئية ضارة، فده يعني شيء هائل جدا. جهاز فعال لتخزين الطاقة من خلال استخدام مكونات تلك البطاريات. مكوناتها على فكرة هما 4 مكونات اساسية لأي بطارية: نحاس، نيكل، منجنيز، ليثيوم. والجهاز أظهر نتائج إيجابية ونتائج ناجحة، فده يعني يعتبر شيء جميل وشيء مبشر ب إن في مصر عقول لو توافر لها الفرص المناسبة أكيد هنستفيد، أو المجتمع سيستفيد استفادة كبرى من هذه العقول. وبكده يكون انتهينا من أخبارنا النهاردة المتعلقة بالتعليم والجامعي والتعليم قبل الجامعي والبحث العلمي داخل مصر، وإن شاء الله نلتقي على خير بإذن الله تعالى في حلقات أخرى متعلقة بالقسم اللغوي أو بالقسم الإخباري. إن شاء الله في الفيديو الإخباري القادم هيكون الفيديو النصف شهري المتعلق بأخبار التعليم حول العالم وفي الوطن العربي بإذن الله تعالى. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المشاهدة الكريمة. رمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شكرا جزيلا، ويشرفني الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة، هذا يسعدنا، ومشاركة الفيديو لنتشارك جميعا المعرفة دائما، ومن فضلكم الضغط على زر الجرس لكي يصل إليكم أي فيديو بشكل مباشر، إلى أن نثبت ميعاد بإذن الله للظهور، سنعلن عنه فيما بعد بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا وتحياتي، السلام عليكم وإلى اللقاء.